السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة الماعد العالي للطيور، تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات. يعني في واحد المدة ديال السفر اللي دام تقريبا واحد 18 يوم، راه كما كنقولوا الدخلة الأولى اللي غادي ندخل الباركو يعني باش نطلع الطويرات، دونك قلت غادي ندير هاد لا فيديو. يعني صراحة راه كتبان لكم الحالة مكرفسة ديال الطويرات، سواء من ناحية الشرابات، يعني شوف الخز كي داير، سواء من ناحية الوسخ، يعني ما منقينش، وحتى هما يعني لا لاحظتوا راه شوية، يعني راه كتبان لكم الصحة ديالهم مزيانة، ولكن كاين شوية تكرفيس. رغم ذلك كاين شوية تكرفيس، ولكن الحمد لله يعني الطويرات راه كيف ما كتشوفوا يعني راه كلهم على قيد الحياة. شوفوا الجهة الثانية هي، لاحظوا معايا الطويرات الحمد لله ما كاينش شي حاله وفاه نهائيا، طويرات صوفاو. ولكن راه غير باش تعرفوا واحد المساله الاخوان، راه في هذه المده ديال 18 يوم، يعني دابا اللي غبنا عليهم بالضبط، راه جيت واحد النهار يعني بني دوزت الاسبوع الاول، جيت طليت يعني جيت خصيصا ديبلاسيت على حساب الطويرات باش نشوف الحاله ديالهم كي دايره. هذا فاش رجعت كملت العطله ديالي، جيت فعلا بدلت الماء وزدت الماكله الى غير ذلك، ولكن رغم ذلك يعني راه كيف ما كتشوفوا راه باقى عندهم الماكله، باقي عندهم الماء. ولكن هذه دابا تقريبا اخر مره تغيبت عليهم، هذه 10 ايام. اهم حاجه في هذا الشيء هو ان الطويرات الحمد لله باقيين مزيانين، يعني ما كاين حتى شي حاله وفاه نهائيا، رغم ان كاين تكرفيس. يعني راه شوفوا الحاله ديال الزوان هنايا، الريش راه الطويرات يعني في مرحله غيار الريش، الدنيا كاع كما كنقولوا راه كاع مكرصه. ولكن ان شاء الله هنا غادي نحاولوا باذن الله باش نحاولوا ننقيوا الطويرات، دابا نحاولوا الدنيا يعني نقادوها تخد مزيان باذن الله، وديك الساعه نحاولوا نعزلوا بعض الطويرات ونشوفوا. يعني راه شو هذيك المره راه جيت رغم ذلك نقيت لهم وخليت هذا الشيء هنايا، ولكن رغم ذلك دابا راه خاصني نعاود نقي لهم ان شاء الله ونعطيوهم يذوشوا باش الطويرات يتنقاو ان شاء الله ويتنضاو. وديك الساعه ان شاء الله كما وعدتكم راه غادي نعزلوا الطويرات ونبداو ان شاء الله نتصنتوا لهم، لانني راه كنسمعهم يعني راه الطويرات راه صافي راه وصلوا لاج ديال انهم غيتكلموا. كاينين شي وحدين اللي باقيين داخلين في البداله يعني يقدروا ما يتكلموش، ولكن حنا غادي نعزلوا الطويرات اللي مصفين مزيان، هما اللي غنتصنتوا لهم باذن الله. بين ما صيبت لهم وقديت لهم ان شاء الله ونشوفوا الطويرات من جديد باذن الله. دابا حاليا يلاه حاولت ندير الفوج الاول، حاولت ان شاء الله نقي لهم باذن الله، وحاولنا نحيدوا لهم هذاك الماء كامل، بدلنا لهم الماء، وفي نفس الوقت راني الماء حاولت ندير فيه خل تفاح، حتى لا كان شي طير مصاب ولا شي حاجه، حتى لا كان شي طير يعني مصاب يعني اتاكي بشي باكتيري ولا شي حاجه في الامعاء، ما يتكرافاش ان شاء الله المرض ديالو. دونك غالبا الحمد لله راه يعني من خلال الرؤيه الاولى من خلال الطيور حاولت ندوز طويرات، بعض الطويرات ماشي كلشي، ولكن الحمد لله يعني الامعاء ديالهم راه مزيانه، ما كاين حتى شي مشكل. يعني هادو من بين لي كونترول يدار، ماشي حتى يمرض الطويره يعني فاش نبدا نقلب ليها المسيرنات، بحكم اننا كنا مسافرين خاصنا نعرفوا هاد الطويرات يعني واش متوشين ولا ما متوشينش. دابا راه صافي درنا لهم التشميش، عطيناهم خل تفاح ان شاء الله، عطيناهم التدواش بالثومه والماء، ومن بعد يعني راه تنقيا الاقفاص ودرنا لهم واحد التشميشه، وان شاء الله نتسناو التغاريد باذن الله. دابا صراحه يعني النفسيه كما كنقولوا انت كشخص كمولوع يعني بني كتنقي الطويرات، راه صراحه النفسيه راه كترتفع، وما بالك هاد الطويرات. الحمد لله هما الطويرات كما كتشوفوا حاولنا هاد الفاص، يلاه دابا ضربت واحد الفاص راه تقريبا واحد الساعه باش نشوف الطويرات ونشوف يعني نفيريفي الامعاء ديالهم ونشوف يعني سميتو
يعني الدواء اللي عطيتهم الخل التفاح في الماء الاقفاص يعني حاولنا نغسلوهم الى غير ذلك. راه الحمد لله راه تقريبا راه واحد الساعه مع هاد القفيزات دونك راه شمشناهم تشمشوا مزيان دوشوا مزيان دونك الامور راه غاده مزيان. الجهه الثانيه نقدروا ان شاء الله نخليوها حتى الغدا لان خاصها تطلع كامله كلها خاص نديرو في المثال بحال هاد الطاج حيت هاد القفز ما يمكنش ليا نطلعو كامل الشمس ولو انه كضرب فيه الشمس ولكن ان شاء الله كل قفز غادي نحاول نعزلو فيه القفيز ونطلعو يتشمش مزيان يعني ياخذوا الشمس مزيان. عادي فاش هذيك الساعه بين ما نظف القفيزات ديالهم نردهم ليهم مع التدواش كذلك ونحاولوا نديروا التعقيم. التعقيم ضروري لان صراحه عمر طويراتي ما كيوصلوا لهذه الحاله ديال الاوساخ الا في حاله اللي كنكون مسافر معه. اما بني كنكون في الدار غالبا يعني لا تعطلت خمس ايام كاع اربع ايام فهمتي. اما اغلبيه يومين ثلاث ايام ضروري كندير نيتواياج لانه كيسهل عليا الماموريه بني كيكون قليل. وثاني حاجه كيبقاو الطويرات يعني بصحه جيده يعني راه تقريبا ها ميكا ديال الزبل حاشاكم اللي حيدت وهذه غير في اربعه القفيزات وما بالك عندي فاش غادي نزيد هادو راه شويه تما اكثر دونك الميكا راه غادا تعمر. اخواني هادشي اللي كاين في هذا الفيديو ديال اليوم يعني كروتين يومي مع الطويرات ان شاء الله في انتظار التغاريد هاد السنه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.